الله وبركاته، شلونكم شباب؟ عساكم بصحة وسلامة. أخوكم علي زارس معاكم في حلقة جديدة من حلقات فاينل فانتسي. اليوم راح نتكلم عن طريقة تركيب لعبة فاينل فانتسي للناس الجدد أو المشتركين الجدد. جتني أسئلة كثيرة في هذا الموضوع، خصوصا في جهاز البلاي ستيشن 4 وبرضو على نفس الشيء البلاي ستيشن 3، يعني متوافقين تقريبا. فكيف أركب اللعبة؟ كيف ألعبها؟ شريت اللعبة؟ فحبيت أني أجاوب على جميع الاستفسارات هذه حاليا وأخلصكم من المشاكل هذه اللي أنتم واجهتوها. قبل كل شيء لازم نعرف طريقة عمل نظام اللعبة اللي هي فاينل فانتسي. لازم تعرف أن فاينل فانتسي اللاعبين اللي على البي سي يحتاجون اكاونت واحد عشان يلعبون اللعبة، واللي هو اكاونت الخاص بسكوير انكس. فقط تدخل على الحساب وتلعب، سواء شريتها من ستيم، من اي 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 برنامج شريت منه اللعبة عن طريق البي سي سي دي، اللي هو تحتاج فقط اكاونت الخاص بسكوير انكس عشان تلعب اللعبة. بينما لما تيجي تلعب على اللعبة على البلاي ستيشن راح تحتاج حسابين، اللي هو الحساب الخاص بالسوني، الحساب الخاص بالسوني اللي هو بي اس ان الخاص فيه، والحساب الخاص باللعبة. هذه اول شيء لازم تعرفه، فعشان كذا احيانا يكون في تعقيد. فلما تيجي تسجل اللعبة الناس ما تعرف تربط بين حساب السوني وحساب سكوير. ليش؟ لان هذه سوني فارضة هذا الشيء على سكوير، انه يكون الحساب مربوط بحساب معين وخلاص عشان السيكوريتي. طبعا بشكل عام هي شغلة ما هي حلوة، لان الحساب لما يربط ما ينفك. لكن هذا النظام في سوني. فراح اشرح لكم الطريقة الكاملة في تسجيل اللعبة وكيف تلعبها. اكثر الاسئله اللي جتني، طبعا انا هنا راح اشرح عن السوني بلاي ستيشن 4، من شريت قطعه تصوير خاصه بالسوني. فال3 تقريبا نفس الشيء، يعني تقريبا نفس الخطوات، ما تبعد كثير، لكن انا شرح اساسي بشرح على السوني 4. لازم تعرف شغلات مهمه جدا، لازم تعرفها اذا انت جديد على لعبه فاينل فانتسي. لما تيجي تسوي حساب في الموج ستيشن اللي هو خاص بسكوير انكس، اول حاجة لازم تعرف انت الحساب الخاص فيك بالسوني تابع اي ستور. معروف ان عندنا اثنين ستور، او احنا نمشي على اثنين ستور اساسيين، اللي هو الستور الامريكي والستور الاوروبي. اذا حسابك بالمختصر حساب امريكي، لازم تسوي الاكاونت الخاص بسكوير انكس يكون اكاونت امريكي. اذا حسابك في السوني ستور اوروبي، لازم يكون حسابك في سكوير انكس اوروبي. اعيد واكرر، حساب السوني وحساب السكوير لازم يكونون تابعين لي جهة معينة او اكاونت معين، يعني خصوصا حتى لو واحد يعني مسوي اكاونت في اللعبة السابقة، مثلا كان عندي حساب امريكي، لما اجي اسوي حساب في سوني لازم يكون امريكي. بحط على اوروبي وامريكي ما راح يجي. طبعا اتكلم عن الحسابات يا شباب، ما لها اي علاقة بالسيرفرات. اللي يسألني يقول لي سويت حساب امريكي اقدر العب سيرفر اوروبي، ما لها علاقة. الحساب هذا شيء عشان تدير الاكاونت تبعك من خلال اللعبة. نجي الحين السؤال الثاني اللي كان يطرحه الشباب. اغلب الشباب يقول لك انا شريت اللعبة مستخدمة، شريت السي دي مستخدم، وطبعا الكود بيكون مستخدم، كيف العب اللعبة؟ انا اقول لك من الان يا عزيزي، اللعبة بدون كود ما تسوى. واللي شرى سي دي مستخدم او ينوي انه يشتري لعبة فاينل فانتسي مستخدمة، انا ما انصحه، لان
كل الحالات انت تضطر راح تدفع مره ثانيه فلوس وتشتري الكود. فاشتري اللعبه اشتري اللعبه الجديده سواء السي دي او اشترها مباشره عن طريق الستور السوني، لان الاهم في الموضوع هو الكود مش اللعبه. اللعبه على البي سي تنزل مجانا، لكن عشان تشغلها لازم تشتري الكود. الكود هو المهم اللي راح تلعب فيه اللعبه. فاي احد يبغى يشتري اللعبه مستخدمه لا تشتريها نهائيا، الا اذا الشخص هذا شيء بينك وبينه باع لك الاكونت نفسه، انه يبيع لك الاكونت الخاص فيه. طبعا شغله الاكونتات هذه ما احس انها تركب على السوني، تركب على البي سي، لان البي سي عادي تقدر تشغل اكثر من اكونت. بالنسبه للسوني لا، لازم يضطر يبيع لك الاكونت كامل، يعني اكونت السوني داخله اكونت اللعبه ويكون شغال ومتاكد انه شغال هذاك الوقت. انت وبينك وبينك تشتري اللعبه. ما اعتقد انها طريقه عمليه لاغلب اللاعبين، فعشان كذا اللي ما عنده اللعبه يبغى يشتريها للسوني بلاي ستيشن 4 عنده حلين: يشتري السي دي جديد او يشتريها مباشره من الستور. وفي كلا الحالتين راح يجيه كود جديد. طبعا في فرق في تركيب اللعبه بين هذه وهذه راح نتكلم فيها. نقول بسم الله ونبدا بتركيب اللعبه. اول شيء قلنا لازم نسوي اكاونت خاص بسكوير انكس. نيجي صفحه الموج ستيشن ونروح على سكوير انكس اكاونت ريجستر نيو اكاونت ونضغط عليها. هنا راح يوضح لي الكنتري، انت وين من وين من هالكلام. زي ما قلنا ان انت امريكي تختار نورث امريكا. اذا انت اوروبي ومعانا الميدل ايست، اتوقع ان الاغلب اللاعبين حاليا اكاونتاتهم اوروبية سعودية اماراتية بشكل عام اوروبية، فياخذوا الميدل ايست. راح يحدد لك هنا الدولة، انت من اي دولة. انا غالبا لما اجي اسوي اكاونت، طبعا انت ممكن تحط سعودي اريبيا، تحط يونايتد كيندم. الغالب انا الغالب في اللعبة انا احط يونايتد كيندم اذا كنت اوروبي، واذا كنت امريكي احط امريكا او يو اس اي. السبب عشان ما نبغى لخبطة وخربطة في النظام. ممكن تحط سعودي اريبيا، انا ما اشوف فيها مشكلة. اتوقع انها بس شغلة دفع ما دفع. اذا انت بتدفع بطاقة فيزا بشكل مباشر للجيم خليك على سعودي اريبيا، راح تستخدم البطاقات او البطاقات المشحونة التايم كارد اللي راح نيجي نشرحها لاحقا. خليك على يونايتد كيندم، فاختار الدولة. راح يأكد لك يقول لك هنا الدولة السعودي ولا الريجن. من المهم الريجن، تأكد ان الريجن هذا مطابق للأكاونت تبع السوني. أكاونتك أوروبي تحط أوروبي، أكاونتك أمريكي تحط أمريكي. طبعا أنا هنا الخطوة بضطر أني أرجع أخذ نورث أمريكا لسبب الشرح في الفيديو، لأن اللعبة أنا عندي أمريكية، فمضطر اني اسوي اكاونت امريكي. طبعا لاني منزلها على السوني امريكية، فبدل ما ارجع انزلها من جديد، لان اذا نزلتها امريكية ما تقدر تنزلها، بضطر انزل الاوروبية مرة ثانية. ما ابغى احسكم في الكلام هذا، لكن كواداع الشرح انا قلت اذا انت اوروبي تاخذ اوروبي، انا اللي عندي امريكي حساباتي امريكية، فباخذ الحساب الامريكي. اذا امريكانز يونايتد ستيت اقول له اوكي. هنا الخطوة تاريخ الميلاد. من المهم جدا جدا جدا، للأسف أغلب الناس لما يجي الخطوة هذه يسجل فيها تاريخ الميلاد يسجل تاريخ خرابيط. لا تسجل أي تاريخ خرابيط، حط تاريخ ميلاد صحيح. تاريخ ميلادك هذا ما أحد راح أبدا 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 ما حد راح يشوف تاريخ ميلادك نهائيا.
فحاول تحط تاريخ ميلاد صحيح، لا تخربط. اذا ما تعرف تحط، اذا ما تبغى تحط تاريخ ميلاد صحيح، حاول تحط تاريخ ميلاد يعني خلاص مميز، ان اول شهر اول يوم في السنه الفلانيه خلاص، بحيث المهم في الموضوع ان التاريخ هذا تكون حافظه، لانك راح تستخدمه كثير في اللعبه، فانتبه لهذه النقطه. راح تجيك الصفحه الثانيه اللي فيها الاجريمنت او الاحكام تبع اللعبه، وهذا زي اي لعبه ثانيه تقول له موافق، طبعا ما حد يقراها عارف. نجي للخطوه هذه اللي يقول لك فيها حط الايميل ادرس، فتحط هنا الايميل وتعيد كتابه الايميل وتحط الرقم الظاهر معنا هنا. بعد ما تكتب الايميل راح تلقى تضغط الزر هذا اللي temporary registration اللي هو تسجيل مؤقت. الخطوه اللي بعدها راح يقول لك احنا ارسلنا ايميل على الايميل الخاص فيك، فهنا يقول لك كلوز، يقول لك checking the email will take your information entry page. راح يكمل الخطوات بعد ما تشيك على الايميل. لذا راح ننتقل ونشوف الايميل. اول ما نروح للايميل ونفتح الايميل الخاص فينا، راح تطلع لنا صفحه تقريبا زي ها. راح يجينا الايميل اللي هم Square Enix Square Enix Account Management System. اهم شيء عندنا الرابط هذا اللي موجود هنا، نضغط عليه عشان نكمل التسجيل. طبعا هذا الرابط راح يكون متواجد 24 ساعة فقط، بعد 24 ساعة ما نقدر ندخل عليه، فنحاول ندخل بسرعة عشان نبغى نسجل، لانه هو تسجيل مقطع. اول ما نفتح الرابط راح يعطينا صفحة زي هذه الصفحة، نكمل فيها التسجيل. هنا راح يحطينا الاي دي الخاص بسكوير انكس اللي حنا نبغاه. الاي دي هذا ما هو اسمك في اللعبة، هذا خاص في اكاونت السكوير انكس. لحد يجي مثلا اسمه نايف يحط نايف يقول اوه انا بسمي اسمي نايف باللعبة وماني بحصله هنا مثلا، على سبيل المثال حط لك اي اسم هنا، مو شرط الاسم يكون نفسه اللي في اللعبة. هنا لما تحط الاسم تضغط check availability، هنا راح يقول لك هل الاسم متوفر ولا لا. This ID is available. والله خوش، اوكي كنا غلطنا بالسبيلينج، لكن الغرض يكون الغرض تعليمي يعني مو مشكلة. اذا الاسم مش متواجد راح يقول لك ان الاسم هذا مش متواجد. هنا راح يقول لك حط الباسورد، يكون الباسورد بين 6 و 32 كلمة. من المهم جدا انك تحط باسورد ما تنساه، وانا افضل يكون باسورد صعب. طبعا هنا زي ما انت شايف يطلع لك تاريخ الميلاد اللي انت سجلته في السابق، تأكد منه. هذه الشغلة المهمة الثانية اللي لازم تكون او كل شخص يكون عارفها. راح يقول لك security question او السؤال السري. ايش فائدة السؤال السري؟ السؤال السري انك اذا نسيت الباسورد تقدر تستعيد عن طريق السؤال السري. طبعا الغالب هنا ما هم عارفين، يعني في ناس ما هم عارفين ايش يحطون، لان بعض الاسئله هنا تكون ما هي متوافقه مع حياتنا الاجتماعيه او حياتنا بشكل خاص، او ما يبغى يعني، او في ناس كثير صراحه ما تهتم لهالامور. لكن لان الاسئله السريه تقريبا تكون متشابهه، اوكي انا اعطيكم حل من عندي. انا دائما هذا الحل دائما اسويه، ان في جميع الالعاب جميع الاشياء ايميلات اي شيء، تختار السؤال السري مثلا
هو دائما يكون في سؤال عن البيتس اللي هي الحيوانات، عن السكول، عن المدرس، احيانا عن الاب، عن الام، عن غالبا انا اختار لان البيتس مشترك في الكل مثلا يعني، او تختار اول سؤال دائما، ودائما خلي الاجابه موحده مهما كان، خلي اجابتك موحده للسؤال السري. على سبيل المثال اخلي انا اجابتي فاينل، انا اعطيكم مثال، مو شرط ان الاجابه هذه تكون جواب السؤال السري، اهم شيء انك انت تكون عارفها او تسجلها في ورقه خارجيه او في اي مكان، لكن انا اسهل عليك الموضوع، ان هذه طريقه سهله انك تتذكر فيها طريقه السؤال السري. مثلا سمينا فاينل هنا كمسمى، فتقول له هنا confirm data، تأكد البيانات، هنا راح يعطيك هنا راح يعطيك البيانات مرة ثانية عشان تأكدها، ان الايميل كذا، الاسم كذا، عيد الباسورد طبعا ما راح يطلع لك، تاريخ الميلاد، السؤال السري والانسر. طبعا هذه المعلومات جدا مهمة، ممكن اذا انت عندك يعني كنصيحة، اذا عندك طابعة اللهم اعمل لها طباعة، سكرين شوت اطبعها، او يعني شوف لك حل اكتبها فرقة، جميع المعلومات اللي هنا جدا مهمة ما راح يطلعونها لك مرة اخرى. في شيء غلط تبغى تعدله اضغط ادت وارجع عدل الشيء اللي تبغى تعدله، بياناتك صحيحة اضغط send display data. الحين راح يقول لك Square Enix account registration complete، خلصنا من تسجيل الاكاونت، an email has sent to that email، خلصنا اضغط next. هنا طبعا البيانات الخاصة فيك، تحدد الجنس انت ميل في ميل، الاسم مثلا هاني، الاسم اللاست دودو مثلا، هذا مثال يعني، الميدل مو شرط لان معلي نجمة فما هو اجباري، ستريت ادرس، حط لك اي شيء يعني، المدينة مثلا الرياض مثلا، انا اقول الستيت طبعا هنا لانك انت اخذت اكاونت امريكي، فتحط حط اي ستيت، غالبا احط نيويورك، قلت سوري خلينا نرجع هذه، ما نخليها الرياض، خليها ان واي نيويورك، نشوف تزبط ولا لا. اوكي زبطت، حط بيانات زي كذا. في بعض الناس اللي عندهم حسابات امريكيه في شوبنشيب او ارامكس او كذا، اللي عنده حساب امريكي او عنوان امريكي يحط، الافضل انه يحطه، ما عندك حط اي شيء، اهم شيء ان اللعبه راح تشتغل يعني، بس اهم شيء تخلي نيويورك. برضو نفس الشيء البيانات هذه تكون مهتم فيها، قول له send display data. نجي للصفحة الأخيرة، your information successful registration to a Square Enix Restator account log in the Square Enix management system. نقول proceed to top page، راح يودينا الصفحة الأولى الخاصة بSquare Enix، نقول له dark sword، لا احنا غلطنا بالسبيلنج، صورت كذا، ونكتب الباسورد اوكي، ونيجي هنا نقول 1 2 3 حسب اللي ظاهر، نقول له لوك ذا كاريون ديدنت ماتش وورد ايدنتيفيكيشن، ليش كتبناها صح؟ طيب 1 0 80 ونقول له لوج. زي ما انتم شايفين هنا فتح لنا الاكاونت، معناته ان الاكاونت تبعنا الخاص صحيح،
الاكونت صحيح، هذا الاكونت حقنا وهذا وش اسمه الريجستريشن. لحد الحين احنا ما سجلنا الريجستريشن، ادري الشرح طويل بس من المهم اني اكمل واشرح بتفاصيل عشان الناس تفهم ايش قاعده تسوي. طبعا هنا في البيانات حق الاكونت، الملاحظات، اكونت انفورميشن. زي ما قلنا ما تقدر تدخل الاكونت الا لازم تحط تاريخ الميلاد، الكريستا عشان الاشتراك. طبعا هنا هذه تظهر للحسابات الامريكية، هذا لا يعني انك لازم تروح تسوي حساب امريكي عشان يعني هي الكريستا هذه تعتمد برضو على كريدت كارد في المقام الاول. عندك كريدت كارد راح تقدر تستخدمها، ما عندك ما راح تقدر تستخدمها. لكن ما ادري انا لاحظت ان في الحسابات الامريكية الاوروبية مش موجودة. هنا السيرفس، هنا تتحكم بشكل كامل بالالعاب الموجودة الخاصة بالسكوير. راح تظهر لك الفاينل 14، راح تطلع لك فاينل 11 للي يبغى يلعب 11، لان 11 و 14 اكاونت واحد تقدر تلعب فيهم، لكن خليك على 14. فبشكل عام هذا الحساب سويته، تضغط على الموغي ستيشن راح يوديك صفحتك في الموغي ستيشن. زي ما انتم شايفين هنا ما في شيء، في سيرفس في كل حاجة، لكن يور اكاونت فاضي زي ما انتم شايفين. لازم تضيف الحساب هنا. طبعا هنا في زر اسمه اد نيو سيرفيس اكاونت، اغلب الناس يروحون يضغطونه يقول لك انا ما عندي كود وما ادري ايش. الزر هذا ما هو خاص فيك، هذا خاص في لاعبين البي سي. البي سي لما يشتري اللعبه يسوي اكاونت يضغط هنا ويسجل الكود. كبلاي ستيشن انت ما تقدر تسجل الكود هنا، انت لازم تدخل على البلاي ستيشن. هنا حاطي لك ملاحظه ايش كبر هذا السد، الناس ما تقرا. لازم تشغل فاينل على السوني وتربطها عن طريق السوني عشان تدخل على حسابك، وهذا اللي راح نسويه بعد شوي. نوريكم الطريقه كامله كيف نربط الحساب في السوني ونكمل معاكم الى نهاية المقطع. هلا والله بالشباب، كيفكم؟ رجعنا لكم على السوني. طبعا زي ما قلنا ندخل على الحساب الخاص فينا، سواء الحساب الاوروبي او الحساب الامريكي. طبعا في نقطة مهمة، البعض ينزل اللعبة يحملها يبغى يشغلها، راح تجي له الرسالة الآتية. إن أول ما يشغل اللعبة راح أوريكم إياها، راح تجي له الرسالة الآتية اللي تقول له إن please register the code أو promotion code. طبعا لازم تسجل الكود الخاص باللعبة عشان تبدأ تلعبها، وهو مش متوفر عندك. فكل اللي تسويه طبعا نعلن من هالرسالة، نطلع طبعا من اللعبة او بالاحرى نقفلها. زي ما قلنا احنا عندنا حلين للموضوع هذا. في ناس تشتري اللعبة عن طريق السي دي او الموجود. طبعا لما تشتري اللعبة عن طريق السي دي او الاسطوانات راح يكون عندك فيها اثنين كود، واحد من الاكواد خاص بالسوني بلاي ستيشن. كيف تسجل الكود؟ طريقة جدا جدا سهلة، تروح على الستور عادي زي اي لعبة ثانية، وتنزل وتروح على الريديم كود وتسجل الكود الخاص في لعبة فاينل هنا، وكذا تكون سجلت الجيم الخاص فيك، يكون متسجل بالاكاونت تبعك حق فاينل فانتسي وتبدأ تلعب اللعبة عادي. الطريقة الثانية ان اللعبة للي يشترونها عن طريق الديجيتال او الستور، فهذه ما تحتاج كود. هذه نقطة مهمة، اللي يشتري اللعبة عن طريق الستور ما تحتاج كود، لان اللعبة مجرد انك تشتريها راح تتسجل مباشرة في الاكاونت الخاص فيك بالسوني. فعلى سبيل المثال انا ما عندي في هذا الاكاونت اللعبة،
بشتريها لعيونكم. فأروح مثلا فاينل أو ليش أروح أروح فاينل فانتسي بلاير الصفحة الخاصة باللعبة. لا مش هذه، خلونا نروح عن طريق الستور عشان أكثر يكون أوضح. نسوي سيرش أساس إحنا لاعبين جدد، وندور فاينل فاينل فانتسي. راح تطلع لنا الفاينلات واجد، إكس آي في ريلم ريبورن. راح طبعا في نسختين من ريلم ريبورن العادية، وفي كوليكتر إديشن. فوصلنا الصفحة الخاصة باللعبة، بس اللهم نشتريها عادي. add to cart وقولوا proceed check out. اوكي طبعا قيمتها 29.99 تقريبا 30 دولار. بهالطريقة احنا شرينا لعبة فاينل فانتسي للأكاونت الخاص فينا الجديد. خلاص نرجع للمنيو. كبلاير جديد اول ما اشغل اللعبة يبغى لها تسوي تحميل لودينج وما لودينج ومن هالاشياء الخاصة، فعادي تعطي اللعبة وقتها انها تنزل. حتى وهي في اسطوانة تحتاج وقت عشان تسوي السيتاب. طبعا دائما هذه الرسالة تجيك اول اللعبة عادي، انه يشوف اخر الابديتات الخاصة بالجيم وينزلها لك. الحين زي ما تشوفون، لان حنا الكود سجلنا الكود الخاص في اللعبة، تغيرت الرسالة، طلعت لنا الصفحة الخاصة بالاتفاقية او الكلام هذا. كالعادة نقول له اوكي. راح تجينا هذه الصفحة الجدا مهمة. هنا الصفحة راح يقول لك اذا انت ما عندك حساب سكوير انكس ممكن تسوي حساب من هنا، او سوري تسوي حساب سكوير انكس بعد تسوي له لينك وبعدين تسجل. احنا سوينا الحساب في الخطوه الاولى، شرحنا لكم كيف الطريقه، فعشان كذا بنروح على الخطوه اللي بعدها مباشره. لان اوريدي عندنا حساب سكوير انكس سويناه اول شيء. راح تجيكم هذه الرسالتين. الرساله الاولى للي عندهم حسابات سكوير انكس، هذه الخطوة اللي احنا راح نمشي عليها لان احنا سويناها. الثانية للي ما عندهم حسابات سكوير، اللي ما سوى الخطوة الاولى وجا هنا على طول درعم دايركت لضغط الهادي، راح توديه على الويب سايت ويروح يسوي اكاونت. عشان كده الاسهل انك تسوي حساب سكوير انكس، تسوي على اللابتوب على البي سي على اي شيء خارج السوني، بعدين خلاص تيجي هنا وتربط الحساب. احنا ناخذ الخيار الاول ونقول له ان احنا عندنا حساب في سكوير انكس، فراح يعطينا هذا الخيار يقول لك دخل الاي دي الخاص فيك. احنا سجلنا الاي دي زي ما قلنا اللي هو كان دارك سورد، ان شاء الله اني اتذكر الاسم. WRD I think. وندخل الباسورد بشكل سريع. طبعا بعد ما دخلنا الباسورد هنا فيه تحت خانة للون تايم باسورد، ما عليك منها، هذه ما راح تحتاجها الحين. قوله لوج ان،
راح تجيك هذه الصفحة اللي هي أهم صفحة في عملية الخيارات والتسجيل. هنا يقول لك حسابك سكوير إنكس اللي هو دارك سورد، وحسابك السوني، خلني أوريك إياه، هذا حساب سكوير إنكس وهذا حسابي في السوني اللي هو دارك سورد، هذا سويته لكم مخصوص. هل راح تربطهم؟ ملاحظة مهمة للجميع، إذا ربطت حساب السكوير بالسوني ما راح ينفكون. لازم هذه النقطة تكون مهمة عندك، يعني لا سمح الله ضيعت حساب سكوير، تبغى تسوي اللعبة من جديد على حساب ثاني ما راح تقدر، راح تضطر تسوي حساب سوني من جديد. أتمنى هذه النقطة المهمة اللي الشعب كثير خربطوا فيها تكون واضحة لهم. أنا مسوي التسجيل هذا عشان هذه الفقرة، هذه أهم فقرة، فانتبه راح تربط الحسابين مع بعض، يعني حساب السوني وسكوير اللي تلعب فيهم راح يكونون واحد. فإذا تأكدت من الموضوع قل له لينك أكاونت واتكل على الله، راح يجيب لك الرسالة الآتية بيقول لك إنه بنجاح تم ربط حساب دارك سورد اللي هو تبع سكوير إنكس بحساب دارك سورد 1 اللي هو تبع سوني. وبعدها تكمل الخطوات والأجريمنت عادي جدا. بلاي ستيشن 4 next. نفس الشيء راح يعطيك agreement وتعمل service account ومن هالكلام، تمشي مع setup تقول له next، عادي تختار تحط صح تقول له next. آخر شيء راح يقول لك حسابك صار complete وجاهز. راح تجي لك هذه الصفحة، خلاص هذا من هذه الصفحة خلاص انت تضغط بلاي وتبدأ تلعب اللعبة عادي جدا. خلاص تدخل على اللعبة تبدأ تسوي كاركتر، تبدأ تختار الشخصية وكذا. طبعا زر بلاي ما راح يطلع لك الا لما ينتهي الابديت، اذا انت جديد في ابديت كبير ممكن يقعد ساعتين ثلاث ساعات عادي طبيعي، خله. انا افضل انك تشغله قبل لا تنام، تخلي السوني ينزل على راحته، بعد ما يخلص الابديت تضغط بلاي وراح تدخل على الجيم. اتمنى صراحه ان هذا الشرح، ادري ان الشرح طويل لكن لانه جدا 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 مهم في لعبه فاينل فانتسي. كثير ناس تسال تبغى تلعب اللعبه، تبغى تسوي اشياء كثيره ما هي عارفة متخربطة. أتمنى هذا الشرح أفادكم. طبعا الفترة صعب ما كنت أقدر أسوي هذا الشرح لأن ما كان عندي قطعة تسجيل، شريتها لعيونكم. كالعادة لا تنسونا من الدعم، تعبت على هذا التسجيل وأتمنى أشوف المردود الإيجابي منكم، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة ثانية من حلقات فاينل فانتسي، وأتمنى الفائدة للجميع. تحياتي لكم، أخوكم علي زارس، السلام عليكم.